أعزائي متابعين قناة دي زاد ويك، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنتحدث عن عين بوطنبل، هذه العين التاريخية القديمة في مدينة قسنطينة والتي لها قصة طريفة، لأن الفرنسيون لما أنشأوها كتبوا لافتة مكتوبة فيها بالفرنسية أو بوطابل. طبعا حرف الاسم بعد ذلك إلى عين بوطنبل، وستجدون في الأعلى رابط الفيديو اللي كنا عملناه سابقا عن هذه القصة. قسنطينة هاي عاودوا يخدموها يا قلت لي يديوها ليه تما ساهم ديكوفرو كانت هذه القهوة تحتها بعدها ما لا راح يعودوها بالك ما مليحة لكن يعودوها ايه ما لا هذه هي الغالي يعودوها من الحجر تاعها هذا هو الحجر اللي كانوا كانوا يركبوها مليح باش نشوفوها هذا هو الحوض حوض تاع عين بوطنبل المهم اليوم في يوم 24 جويليه 2022 كنت مار بالصدفة فوجدت أشغال على هذا المستوى مستوى عين بوطنبل حفروا استخرجوا هذاك الحوض وهذيك الأبواق اللي كانوا مستعملينها كما شفنا في الصورة السابقة الأبواق اللي تحمي دخول الحيوانات إلى غاية الحوض وكذلك ربطهم فبعد هذه الأشغال هنا تفائلت خير قلت أخيرا فهذه العين سيعاد لها الاعتبار وستصبح منطقة جذابة وسياحية وسترجع المياه التي غمرت إلى مكانها سيستعملها زائر المدينة وسكانها حتى أنهم وجدوا هذا العين منبعين منبع على الجهة اليمنى ومنبع على الجهة اليسرى يعني كل الظروف كانت مهيئة لكي يعاد إحياء هذه العين من جديد استبشرت خيرا ببدء هذه الأعمال رغم أن تنظيم الورشة شاهدوا كيف هو فوضوي كل شيء مرمي الحوض مرمي الأبواق مرمية الأحجار يعني المكعبات اللي تشكلها مرمية في كل جهة يعني المهم ليست مشكلة كبيرة المهم تكون النتيجة جيدة فقط هذه لاصوص اللي كانت تاليمونتي هذه العين هذه ما الله في عندها قداش شوف كاين ثاني هنا هذه وهذه وحايد يسموها عين بوطنبل هي نورمالمون وفوطابل وفوطابل وحايد يقولوا لو بوطنبل يعني المعبد الجميل ما كانش من هذه تاع هي عين بوطنبل وفوطابل شفتها كانت في بلاك مكتوبه بالفرنسي كتبها وفوطابل ما شفتش عليها تاع لكن المفاجاه في يوم 29 لكن يردوا هذه حاجه مليحه بعد ذلك فحبيت نصور تطور الاشغال المفاجأة أنهم غطاو هذيك الحفرة وشوف كيف يعني حطوا هذه الحجارة فوق بعضها بطريقة غلطة مكان خروج الماء اليمين والمكعب العلوي ركبوه تحته بطريقة خاطئة مايلة شاهد أنه حطوها بدون يعني وكأنهم تخلصوا منها يردوها كما كانت وبسرعة بدون أي تفكير بدون أي ذكاء بدون أي دراسة نظن أنهم كانوا حابين يحولوها إلى مكان آخر بالقرب هناك أشغال لإعادة تهيئة نظن كانوا حابين يعملوها يعاودوا يركبوها في ذلك المكان ولكن مانيش عارف جاتهم أوامر أنهم يردوها في مكانها ردوها بطريقة متسرعة بدون دراسة يعني ما ركبوها جيدا كما كانت ما خلوها ما خدموها بطريقة جيدة يعني شيء مؤسف حتى أن الحوض
ما شفتوش. وهذوك الأبواق ربما زادوا حطوهم في هذيك الحفرة وعاودوا ردبوهم ولا حولوا. المهم يعني شيء مؤسف وخلاص. المهم كان هذا كل شيء في هذا الفيديو. نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. ما تنسوناش بالدعم واللايك والاشتراكات للناس اللي مازالوا ما اشتركوش واكتشفوا هذه القناة الآن فقط. وأخيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العفو والغفران نسأل.